يعطيكم العافية صف سابع إن شاء الله اليوم رح نحل أسئلة الوحدة السابقة الموجودة بصفحة مية عشر مية عشر مية ونبلش بالوحدة الجديدة ونحكي عن الدرس الأول أول إشي رح نبلش مع بعض نحل بمراجعة الوحدة أول سؤال بحكيك اختر من الصندوق ما يناسب كل فقرة مما يأتي واكتبه في الفراغ جسيمات الذائبية الذوبان المحلول التقطير ألف تتكون المواد جميعها من جسيمات تسمى عملية انتشار جسيمات المذاب بين جزيئات الماء بانتظام الذوبان المخلوط المتجانس الذي يتكون من المذاب والمذيب هو المحلول عملية تبخير الماء وتكثيف بخاره لاستخلاص الأملاح من المحلول هي التقطير أكبر كمية من المذاب تذوب في 100 جرام من الماء عند درجة حرارة معينة هي الذائبية اختر رمز الإجابة الصحيحة لكل من الفقرات الآتية إن حضرة خالد, خالد محلولا بإذابة 10 جرام من الملح فيه 100 ملي لتر من الماء فإذا أراد الحصول على محلول له نصف تركيز المحلول الأصلي فإنه سيضيف إلى المحلول الأصلي واحد ملي لتر من الماء 100 ملي لتر من الماء 50 جرام من الملح و10 جرام من الملح طبعا جاب 100 ملي ميت ملي لتر من الماء عند إذابة كمية من السكر في الماء فإن جسيمات السكر تنصهر تتفكك تتبخر تتفاعل تتفكك العبارة الصحيحة فيما يتعلق بجسيمات المادة في الحالة السائلة مقارنة بجسيمات المادة في الحالة الغازية هي جسيمات السائل أبطأ ومتباعدة أكثر جسيمات السائل أسرع ومتباعدة أكثر جسيمات السائل أبطأ ومتقاربة أكثر جسيمات السائل أسرع ومتقاربة أكثر طبعا جسيمات السائل أبطأ ومتقاربة أكثر عدد سلمى تقريرا عن تجربة قابلية الماء لتوصيل الكهرباء وكتبت في جزء من التقرير العبارة الآتية أضاء المصباح العبارة السابقة اللي هي توقع استنتاج ملاحظة فرضية طبعا ملاحظة المزيج الذي يعد مخلوطا متجانسا مما يأتي هو الماء والرمل الماء والملح الماء ونشارة الماء ونشارة الخشب الماء والزيت طبعا الماء والملح إحدى المواد الآتية تحافظ على حجمها وشكلها متغير هي مكعب الثلج الماء بخار الماء مكعب السكر الماء يشير السهم في الشكل المجاور إلى ماء ملوث ماء نقي ماء صنبور محلول ماء طبعا ماء نقي إذا كانت كتلة مكعب من الخشب 2 جرام وحجمه 8 سنتيمتر مكعب فعند وضعه في علبة كتلتها 4 جرام وحجمها 16 سنتيمتر برضو مكعب فإن حجمه وكتلته على الترتيب تساوي 1 جرام 4 سنتيمتر مكعب 2 جرام 16 سنتيمتر مكعب 2 جرام ثمانية سنتيمتر مكعب 4 جرام 16 سنتيمتر مكعب طبعا 2 جرام 8 سنتيمتر مكعب احدى العبارات الاتية صحيحة تزداد ذائبية المواد الصلبة والغازية في الماء بزيادة درجة الحرارة تزداد ذائبية المواد الغازية في الماء بزيادة الضغط الواقع عليها تزداد ذائبية المواد الصلبة والغازية بانخفاض درجة الحرارة تزداد ذائبية المواد الغازية بانخفاض الضغط الواقع عليها طبعا تزداد ذائبية المواد الغازية في الماء بزيادة الضغط الواقع عليها العبارة الصحيحة فيما يتعلق بعملية التقطير هي تستخلص فيها الأملاح الذائبة في الماء من دون الحصول على الماء تحدث فيها عمليات التبخير والتكاثف للحصول على الماء النقي فقط نحصل منها على محلول الملح والماء تحدث فيها عمليات التبخير والتكاثف للحصول على الأملاح والماء النقي د تحدث فيها عمليات تبخير والتكاثف للحصول على الأملاح والماء النقي دال. تحدث فيها المهارات العلميه اقارن بين كل مما ياتي التقطير والتبخير من حيث المواد الناتجه عن كل منها عند التقطير الملح والماء والتبخير الملح فقط الماده الصلبه والماده الغازيه من حيث قوه التجاذب بين جسيماتها الماده الصلبه قوه تجاذب كبيره جدا اما الماده الغازيه فقوه التجاذب فيها تكاد تكون منعدمه الماده السائله والماده الغازيه من حيث طبيعه حركه جسيماتها المادة السائلة حركة جسيمات أم المادة الغازية حركة سريعة وعشوائية في الاتجاهات جميعها ماء الصنبور والماء المقطر من حيث التوصيل الكهربائي ماء الصنبور يوصل التيار الكهربائي أما الماء المقطر فلا يوصل التيار الكهربائي سؤال رقم اثنين واجب سؤال رقم ثلاث يحتوي سطح الأرض على ماء, بن ماء. بنسبة أكثر من اليابسة ومع ذلك فإن بعض المناطق لا تحصل على ماء الشرب اكتب سببين لتفسير ذلك طبعا ندرة المصادر المائية وتلوث المياه سؤال الرابع بحكي تحتوي مياه البحر على أملاح ذائبة لذلك فهي غير صالحة للشرب ووضح الإجراءات التي يمكن استخدامها للحصول على كوب من الماء الشرب كوب من ماء الشرب من دلو تحتوي على مياه البحر طبعا الجواب اللي هو التبخير التكثيف التعقيم سؤال رقم خمسة واجب كمان رقم ستة بيحكي لك قاس إحدى الطلبة ذائبية ملح في الماء عند درجة حرارة عشرين درجة وفق خطوات محددة وسجل ملاحظاته الواردة في الجدول الجفنة الجافة سبعة وثلاثين ونص، الجفنة زائد المحلول ست ستين، الجفنة زائد الراسب باربعين. اتأمل البيانات الواردة في الجدول السابق ثم أجب عن الأسئلة الآتية احسب كتلة الماء المتبخر من الجفنة، طبعا كتلة الماء المتبخر بحكيك اللي هو كتلة الجفنة زائد المحلول ناقص كتلة الجفنة زائد الراسب يعني ستين ناقص أربعين يساوي عشرين جرام، احسب كتلة الملح المتبقي في الجفنة، كتلة الملح المتبقي في الجفنة اللي هو كتلة الجفنة زائد الراسب ناقص كتلة الجفنة اللي هو بيساوي أربعين ناقص سبعة وثلاثين ونص بيساوي اثنين ونص جرام، رقم تلات اللي هو بيحكي لك احسب ذائبية الملح عند درجة حرارة عشرين درجة بوحدة المي اللي اه هو بوحدة الجرام اه الميت جرام لكل جرام. طبعا بحيك ذائبية الملح عند درجة حرارة عشرين درجة بوحدة الميت جرام لكل جرام من الماء، اللي هي اثنين ونص جرام من الملح تذوب في 20 جرام من الماء عند درجة حرارة 20 درجة ملي جرام من الماء تذوب في 100 جرام من الماء عند درجة حرارة 20 درجة فإذا بحكي لك إنه الام ضرب 20 تساوي له 2.5 ضرب 100 فإذا الام تساوي له 2.5 ضرب 100 على 20 تساوي الام آخر إيش 12.5 جرام ننتقل هيك بنكون خلصنا حل أسئلة مراجعة الوحدة بننتقل للوحدة الجديدة اللي بتحكي عن القوة والحركة ونبلش في الدرس الأول اللي هو بيحكي لك عن وصف الحركة طبعا رح نتعرف في هذا الدرس عن وصف الحركة إحنا بنعرف إنه بتغير موقع الأجسام كيف بنغير موقع الأجسام من مكان لمكان أو إحنا بنغير موقعنا من مكان لمكان عبر إشي اسمه الحركة فإذا نوصف الحركة بالسرعة طبعا احنا بنغير الاجسام عبر الحركه وبنوصف الحركه بايش بالسرعه بحكي لك انه احنا بنعيش في عالم متحرك يعني بنشوف حوالينا رياح سيارات اطفال بيلعبوا ناس بتركض فإذا هاي كلها بنوصفها بإشي اسمه حركه هاي كلها عباره عن حركه نحتاج الى طريقه منظمه لوصف الحركه والاجسام طبعا احنا عشان نوصف الحركه والاجسام نحتاج لطريقه منظمه فاذا بنعبر عن الحركه او بنعرف الحركه بانه تغيير مستمر في موقع جسم ما مقارنه باجسام ثابته حوله يعني جسم ثابت حوله واجسام تتحرك حوله فاذا هاي هو وصف الحركه اللي هو تغيير نا وصف حركه تغيير مستمر في موقع الجسم، تغيير في موقع هذا الجسم بمقدار بأجسام أو موقع جسم ما مقارنة بنقارنه بأجسام إيش ثابتة حوله، جسم ثابت حوله وحوله أشياء تتحرك هاي بنصفها بالحركة، أما الموقع ما هو الموقع هو بعد الجسم عن نقطة اسناد اللي هي النقطة المرجعية، يعني احنا عندنا الموقع عندنا نقطة مرجعية أو نقطة اسناد عشان نرجع لها، فإذا هاي هي بعد جسم عن نقطة اسناد أو نقطة النقطة المرجعية بنسميه بالموقع، وعشان نحدد موقع الجسم لازم ايش نحدد عنا النقطة المرجعية اللي هي النقطة المرجعية النقطة اللي بنستند إليها، بنسميها بنقطة الإسناد، فإذا هي نقطة مرجعية عشان نحدد موقع الجسم بنبغي علينا إنه ايش نعمل؟ نحدد نقطة مرجعية ايش هي النقطة المرجعية؟ هي النقطة اللي بنسند عليها اللي بنسميها بنقطة الإسناد. مثلا عندنا مثال بيحكي لك انه لما يتفرقوا اصدقاء في اثناء رحلة عملوا رحلة مدرسية لمثلا حديقة الملك عبد الله ابن الحسين، حديقة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين. فإذا لما عملوا رحلة والأصدقاء تفرقوا بحكي لك هون هاتف حسان صديقه عامل يسأله عن مكانه بالدقة وقد تمكن كل منهما من تحديد مكانه بالنسبة إلى المعلم إن المعلم ثابت يعد نقطة مرجعية فإذا لأن المعلم مكانه ثابت يعد نقطة مرجعية راح يتفرقوا الطلاب ويرجعوا بالنهاية لعند المعلم فإذا إحنا بنعبر عن المعلم أنه هو ثابت يعني نقطة مرجعية بيرجعوا لها الطلاب اللي هي نقطة الإسناد بنسميها بنقطة الإسناد فمثلا عندنا عامر موجود في شرق المتحف وحسام في شمال غرب الملعب يعني كل واحد موجود بمكان لكن هم بالنهاية رح يرجعوا لوين للمعلم اللي هو المعلم الثابت اللي هو نق... نقطة مرجعية برجعوا لها اللي هو نقطة الإسناد فإذا هم بالنهاية لمين رح يرجعوا؟ رح يرجعوا للمعلم المعلم هو نقطة ثابتة نقطة ثابتة برجعله له نقطة مرجعية ننتقل بعدين مع بعض ونتعرف على المسافة والإزاحة أول إشي بحكي لك لما عندما نريد وصف حركة جسم ما بتحرك في خط مستقيم، فإلى إيش بنحتاج لما إحنا نيجي بدنا نوصف جسم ما بتحرك في خط مستقيم؟ إلى إيش؟ قياس المسافة التي بدنا نقيس المسافة اللي بتحركها والزمن اللي بيحتاجه عشان يقطع هاي المسافة، فإذا إحنا عنا عشان نيجي نوصف حركة جسم ما، أي جسم بتحرك في خط مستقيم، بنحتاج إيش عشان نوصف هاي الحركة؟ لقياس المسافة اللي بتحركها، والزمن اللي بيحتاجه عشان يقطع هاي المسافة. طبعا هون بيحكي لك عشان بنعرف المسافه بانها ايش الطول الكلي للمسار اللي بيسلكه الجسم اثناء انتقاله بين نقطتين فاذا احنا بنعرف الطول الكلي اللي بيسلكه الجسم في اثناء انتقاله بين النقطتين بالمسافة فإذا المسافة الطول الكلي للمسار الذي يسلكه الجسم في إثناء إيش انتقاله بين نقطتين بنقيسها بوحدة اسمها اللي هي المتر أو مضاعفاتها مضاعفاتها مثل إيش يا صف سابع قصدهم لو الكيلومتر أو أجزاء منها مثل السنتيمتر والملي متر فإذا بحكي لك إنه المسافة طول كلي للمسار اللي بيسلك الجسم اثناء وين تنقله بين نقطتين بنقيس بوحدة المتر او مضاعفات اللي هو الكيلومتر او اجزاء منها مثل السنتيمتر والملي طبعا احنا بنعبر المسافة انها كمية قياسية فاذا بنعبر عن المسافة انها كمية قياسية ليش لانه ليش احنا بنحكي عنها كمية قياسية يا صف سابع مين بيعرف فاذا احنا بنعرف انها كمية قياسية لانه بلزم لتحديدها مقدارها فقط بلزم إن ايش نعرف مقدارها فقط فاذا احنا عشان نحدد الكمية القياسية يلزم ايش عنا تحديد او معرفة مقدارها فقط عشان هيك احنا بنعبر عن المسافة انها ايش كمية قياسية لانه بلزمنا لتحديدها معرفة مقدارها فقط فانه احنا إن لما نحكي انه المسافة بين محافظة الزرقاء وعمان 30 كيلو إيه عنا انها 30 كيلو متر فاذا هون ايش بنرمز لها بالمسافة بنرمز للمسافة بالرمز اس فاذا المسافة المسافة تعرف بانها أو تعرف بأنها الطول الكلي للمسار الذي يسلكه الجسم أثناء انتقاله بين نقطتين بنقيسه طبعا بالمتر أو مضاعفات المتر اللي أو أجزاء منه مثل إيش سنتيمتر لتر وبإحنا حكينا إنها المسافة تعد كمية قياسية ليش تعد كمية قياسية لأنه بلزم عنا لتحديدها فقط معرفة مقدارها فقط ومن لها للمسافة بالرمز إس بحرف اس من للمسافة بحكي لك عند ذهابي الى المدرسة يوميا اسلك أحياناً هون بحكي لك انه احنا لما نروح على المدرسة نسلك أحيانا مسار واحد إنه بيوجد عنا أكثر أو عنا أكثر من مسار عشان نوصل للمدرسة بيحكي لنا يسمى أقصر مسار مستقيم يصل بين نقطة البداية الحركة ونهايته أقصر مسافة إحنا بنمشيها اللي هي بتعب بت... توصل عنا بين نقطة بداية الحركة ونهايتها بنسميها بالإزاحة، فإذا الإزاحة أقصر مسافة، أقصر مسار مستقيم يصل بين نقطة بداية الحركة ونهايته يسمى عنا بالإزاحة، والإزاحة هي كمية متجهة، فإذا الإزاحة كمية متجهة، ليش كمية متجهة الإزاحة؟ لأنه بلزم لتحديدها معرفة إيش؟ مقدارها واتجاهها مع بعض، فإذا الإزاحة كمية متجهة لأنه بلزم عنا لتحديدها معرفة مقدارها واتجاهها مع بعض وبنرمز للإزاحة برمز هيك مثلث وإكس بنسميه بدلتا إكس مثلث إحنا بنرسمه مثلث لكن بنقرأه دلتا فإذا يرمز للإزاحة دلتا إكس والإزاحة عبارة عن كمية متجهة لأنه بلزمنا لتحديدها معرفة مقدارها واتجاهها لكن المسافة هي كمية قياسية لأنه بلزم لتحديدها فقط معرفة اللي هو مقدارها وبنرمز للمسافة برمز اس لكن بنرمز للإزاحة بمثلث وجنبه اكس هذا المثلث اسمه دلتا يعني دلتا اكس اذا يكتب الرمز هو شكله مثلث وبقرأ دلتا عشان نعبر عن الفرق بين موقع الجسم من البداية في البداية والنهاية دون الاهتمام بالمسار عشان نعرف او نعبر عن الفرق بين موقع الجسم من في البداية والنهاية بنعبر في دلتا اكس اللي هو مثلث اكس دلتا اكس اسمه طبعا احنا رح نشوف هذا المثال مع بعض المثال بيحكي اذا عرفت ان طول ضلع المربع في الشكل يساوي 5 سنتيمتر احسب المسافة التي يقطعها جسم عند انتقاله من نقطة A الى B والازاحة التي يحققها في الشكل الاتي هون بيحكي لك انه احنا عنا المسافة طبعا حسب الخط الاسود الكامل احنا بدنا كل خط أسود مشينا مش كل مربع كل خط أسود يعني كل ما نمشي مسافة صغيرة بين واحدة والتانية إحنا بدنا عشان هيك بيحكي لك المسافة طول المسار الكلي الذي تحركه الجسم اللي هو المسافة اللي عبرنا عنها بحرف S فإذا S يساوي بيحكي لك طول طول ضلع المربع موجود عندنا في المسألة 5 ليش حطينا 17 لأنه إحنا بنمشي على الرسمة اللي هي أمامنا بنعد كل خط مشينا هي خط 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 فإذا ضربنا الخمسة الخمسة اللي هو طول المسألة كل الذي تحركه الجسم أو طول اللي هو ضلع المربع في الشكل ضرب 17 17 اللي هو كل شحطة احنا مشيناها فاذا 5 ضرب 17 اعطاني 85 سنتيمتر أما الإزاحة حكينا بنعبر عن الإزاحة اللي هي الفرق بين نقطة البداية والنهاية بمثلث إكس مثلث اللي هو بنحكي لها دلتا إكس فإذا الإزاحة دلتا إكس دلتا إكس اللي هو الفرق بين نقطة البداية والنهاية هي إحنا عنا نقطة البداية حكينا اللي هي مثلا A بنمشي من أي مربع ل مربعين من A بي من A ل بنمشي ثلاث مربعات فإذا الفرق بين نقطة البداية ونقطة النهاية اللي هي أقرب نقطة بين A و B اقرب نقطه بين اي وبي اللي هم شو هالثلاث مربعات عشان هيك احنا حكينا بنعبر مثلا عن اللي هو الازاحه دلتا اكس اكس بي ناقص اكس اي اكس بي اللي هو ما حكينا عنا حليناها كيف اللي هو ثلاثة ثلاث مربعات ضربناهم بالخمسة اللي هي عنا الخمسة سنتيمتر اللي هو طول الضلع فإذا حكينا التلاتة ضرب خمسة طلعت عنا اللي هو بالخمسة عشر سنتيمتر هذا اتجاه الغرب ننتقل مع بعض نتعرف على السرعة القياسية طبعا حكينا في عنا سباق الجري بنهتم بإيش عشان نعرف عن إن السرعة القياسية نتعرف إنه هون إنه سباق الجري بنهتم عنا بمعرفة إشي اسمه المسافة اللي بيستطيع المتسابق اللي هي بيقطعها المتسابقون والزمن اللي بيحتاجه إلى بيحتاجه المتسابقون عشان يقطعوا هاي المسافة فإذا عنا في سباق الجري بنعرف المسافة اللي بيقطعها هاي المتسابقون والزمن اللي بيحتاجوه عشان كم بيحتاجوا زمن عشان يقطعوا هاي المسافة. إذا قسمنا المسافة المقطوعة على الزمن فإن الناتج اللي بيطلع عنا، الناتج اللي بيطلع عنا في هاي العملية بنسميه بالسرعة القياسية، السرعة القياسية هي كمية قياسية بنحدد فيها ايش؟ بنحددها، كمية قياسية بتحدد عنا بس المقدار اللي هي السرعة القياسية، أما حكينا الكمية القياسية بنلزم عشان نحددها معرفة مقدارها والكمية المتجهة بنلزم معرفة مقدارها واتجاهها لكن السرعة القياسية في كمية قياسية بنحدد المقدار فيها فقط طبعا بحكي لك انه تعرف السرعه القياسيه لجسم ما بانها مقدار المسافه المسافة حكينا اللي هي بنرمز لها باس اللي بيقطعها جسم ما في فتره زمنيه محدده فتره زمنيه اللي بنرمز لها ايش بالتي طبعا الزمن اللي هو تي وبيرمز لها بالرمز اللي هو الفي فاذا الفي اللي هي السرعه على المسافة المقطوعة على الزمن الكلي اللي هو v تساوي اس على تي اس اللي هي المسافة المقطوعة و الزمن الكلي، لكن الفي اللي هي السرعة، وتقاس السرعة بوحدة ايش اسمها المتر لكل ثانية اللي هو ام شحطة اس هاي بنسميها متر لكل ثانية أو كيلو متر لكل ساعة، كيلو متر لكل اللي هو اتش اللي هو لكل ساعة. فإذا كيلو متر لكل أور اللي هي كل ساعة. فإذا حكينا السرعة اللي هي في والمسافة المقطوعة اللي هي اس والزمن الكلي اللي هو تي اللي هي بتطلع لنا العلاقة برمز ايش؟ في تساوي اس على تي، هاي ايش عشان تقاس السرعة، فإذا في اللي هي السرعة، السرعة بنقيسها بوحدة المتر لكل ثانية أو الكيلومتر لكل ساعة، بتحرك عندنا الجسم بسرعة ثابتة طبعا لما يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية، فإذا بتحرك الجسم بسرعة ثابتة متى؟ لما يا صف سابع لما يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية ساعتها إيش بنسميها اللي هو الحركة المنتظمة شوفوا عندنا الشكل هون بحكي لك إنه بقطع مسافات متساوية هاي مسافات متساوية شوفوا تحت المسافات صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة مسافات متساوية في أزمنة متساوية عشرة كيلومتر عشرة كيلومتر عشرة كيلومتر عشرة كيلومتر كلهم هاي إيش بنسميها بالحركة المنتظمة اللي هي بتقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية نفس ما هو عندنا بالشكل اثنين إذا مثلا إذا كنت أجلس بجانب والدي في السيارة وبراقب عداد السيارة لفترة من الزمن، إيش بشوف؟ إنه بشير إلى رقم نفسه، إذا وجدت إنه بشير للرقم نفسه، هذا إيش بيعني؟ إنه السيارة تحركت بسرعة ثابتة، فإذا سرعة ثابتة هي حركة منتظمة، بحكي لك لما أروح للمدرسة اوقات بكون مسرعه او مو شرط على المدرسه شغلي عندي موعد دكتور اوقات بكون مستعجله او متاخره فانا بصير امشي بشكل سريع اوقات بكون طالعه بدري فبصير ايش امشي بشكل بطيء هون بح... سواء كان في ازدحام تعب حال طقس كله او ممكن مطر ممكن زحمه فانا اوقاتي بكون امشي سريع اوقات بكون امشي بطيء هون ايش بيعبر لنا انه سرعتي تتغير باستمرار كيف تتغير باستمرار الجسم بتحرك بسرعة متغيرة لما متى بتحرك الجسم مش بسرعة ثابتة بسرعة متغيرة لما يقطع مسافات غير متساوية في أزمنة متساوية يعني بقطع متى بيكون الجسم بتحرك بسرعة متغيرة لما إيش عندما يقطع إيش مسافات غير متساوية لكن إيش في أزمنة متساوية فهون إيش بنسميه بالسرعة القياسية المتوسطة في هاي الحالة بنصف حركة الجسم بأنها إيش حركة غير منتظمة في هذه السرعة القياسية المتوسطة بنصف حركة الجسم بأنها حركة غير منتظمة، شوفوا عنا هون اللي هي الحركة الغير منتظمة إيش حكينا؟ الجسم بيتحرك بسرعة متغيرة لما بقطع مسافات غير متساوية، شوفوا مسافات عشرة كيلو متر، خمسة كيلو متر، خمسة كيلومتر عشرة كيلو هاي مسافات غير متساوية لكن في أزمنة بتكون متساوية، هون بنسميها بالحركة اللي هي غير منتظمة، فإذا عنا الحركة المنتظمة اللي هي إيش؟ بتحرك الجسم بسرعة ثابتة لما بقطع متى مسافات متساوية في أزمنة متساوية، أما اللي هي الحركة الغير ثابتة اللي هي بتحرك الجسم بسرعة متغيرة لما يقطع مسافات غير متساوية في ازمنة متساوية، وهون ايش بنعبر عنها رياضيا اللي هي السرعة المتوسطة اللي هي المسافة الكلية المقطوعة على الزمن الكلي المستغرق، المسافة الكلية المقطوعة على الزمن الكلي المستغرق. ننتقل مع بعض بنشوف المثال الثاني بحيث كم المسافة التي تقطعها سيارة تتحرك بسرعة ثابتة مقدارها 12 متر لكل ثانية في عشر دقائق طبعا هون بحكي لك ايش هي المسافة واحنا عرفنا انه المسافة بنرمز لها اول اشي بالرمز اس فاذا احنا اول اشي نكتبه اس اس اللي هي عندنا مجهولة عشان احنا نطلع الاسم مجهولة احنا قبلها شفنا اللي هو القانون في يساوي اس على تي في اللي هو السرعة اس المسافة المقطوعة الزمن تي الزمن الكلي احنا ايش اللي مش موجود عندنا اللي هي المسافة المقطوعة فاذا بنخلي العلاقة اللي هي بنعكس بدأ بنطلع الاس مجهولة يساوي في على تي طبعا في اللي هي ايش حكينا اللي هي عنا اللي هي السرعة وتي اللي هي عنا الزمن الكلي المستغرق فاذا هو معطينا بال بالمسألة هون معطينا السرعة هيها مقدارها 12 متر لكل ثانية ومعطينا التي اللي هي 10 دقائق لكن المجهول عندنا المسافة فإذا بكتب اللي هو القانون S تساوي V على T وبيحكي لك بنحتاج لتحويل الزمن من دقائق إلى ثواني طبعا من دقائق إلى ثواني الدقائق أكبر من الثواني فأنا بدي أحول من الأكبر إلى الأصغر علما أن الدقيقة الواحدة إيش بتساوي ستين ثانية فإذا أنا عندي الثانية أصغر من الدقيقة بضرب معطينا في السؤال عشر دقائق بضرب عشرة ضرب ستين ليش؟ لأنه بدي أضرب من الكبير للصغير يعني أنا الكبير اللي هو الدقائق بدي أحول من الأكبر للأصغر فإذا بضرب عشرة ضرب ستين 60 بعطيني ستمية دقيقة باجي هون بعد ما حولت ل 600 هون بيحكي لك انه نحتاج الى تحويل بنحول الزمن بنضرب اللي هو من اللي اكبر للاصغر بضرب الدقائق بعطينا بالمساله 10 الى ثواني ضرب 60 بعطيني 600 بيحكي لك اس تساوي في على تي اس بدنا نطلع الاس اللي هي المسافه الفي اعطانا اياها اللي هي ايش هيا سيارة تتحرك بسرعة ثابتة مقدارها كم؟ 12 متر لكل ثانية بنزل 12 ضرب 600 يساوي 7200 متر فإذا عندنا المسافة اللي هي 7200 متر بنتقل للمثال ثلاث بيحكي لك يقطع رجل مسافه 450 متر بسرعه متوسطه مقدارها 3 متر لكل ثانيه ما الزمن الذي احتاج اليه ليقطع هذه المسافه هون بدي اوجد الزمن معطيني المسافه ومعطيني السرعه ب... بعمل بطلع تي اللي هي مجهوله الزمن اس على في اس اللي هي ايش حكينا اللي هي المسافه على في اللي هي حكينا السرعه المتوسطه أو السرعة اللي تحركها مقدار السرعة تي طبعا مجهولة اس موجودة عندنا اللي يقطع رجل مسافة 450 بحط 450 في اللي هي بسرعة متوسطة مقدارها ثلاثة بعطينا 150 اس اللي هي 150 ثانية اللي هي ايش ما الزمن الذي احتاج اليه ليقطع هذه المسافة طبعا بعد ما عملناهم قسمناهم على بعض اعطانا 150 ثانية ننتقل مع بعض ونتعرف على السرعة المتجهة بحكي لك يعتمد كثير من الأنشطة إحنا عندنا كثير أنشطة في حياتنا بنعتمد مثل الملاحة الجوية أو عشان نعرف معرفة الطقس أو مقدار الرياح هي كلها بنحتاج إلى السرعة المتجهة مثلا ليش بنسميها السرعة المتجهة لأنه بحكي لما تهب رياح شرقية سرعتها 60 كيلو متر بكل ساعة هون إحنا إيش بنحدد بنحدد المقدار والاتجاه بنحدد سرعة إيش إحنا حددنا سرعتها اللي بتهب رياح شرقية سرعتها كم اعطانا سرعتها كيلومتر لكل ساعه حددنا مقدارها واتجاهها فاذا اتجاهها اللي هو رياح شرقيه واعطانا هاي اتجاهها وسرعتها اللي 60 كيلومتر فاذا انا في هاي في هذا النوع من السرعه ايش بحدد تسمى السرعه التي تحدد بالمقدار والاتجاه حددنا ان بتهب رياح شرقيه سرعتها 60 كيلومتر لكل ساعه فاذا هو هون حدد المقدار وحدد الاتجاه عندنا الاتجاه رياح شرقية وعندنا سرعتها 60 كم لكل ثانية لكل ساعة فإذا هون بتسمى السرعة التي تحدد بالمقدار والاتجاه بالسرعة المتجهة وبنعرف عنها بأنها الإزاحة يعني دلتا إكس اللي بيحققها جسم في فترة زمنية محددة اللي هو تي وبرمز بإيش بنرمز للسرعة المتجهة اللي هو بالفي اللي عليها شحطة من فوق هاي رمز السرعة المتجهة، فإذا المثال عشان نعبر عنها رياضيا السرعة المتجهة اللي بيحكي لنا اللي هو الفي شحطة نفسه هو موجود عندنا لهذه السرعة المتجهة بتساوي دلتا إكس الإزاحة على الزمن، فإذا عشان نعرف عن السرعة المتجهة اللي هو دلتا إكس دلتا إكس اللي هو حكينا الإزاحة والتي اللي هو الزمن اللي بنحدده بنعبر عن السرعة المتجهة بالفي اللي عليه. فوقه شحطة بحكي لنا هون فمثلا عند ملاحظة الشكل أربعة شوفوا الشكل أربعة اللي أمامي بحكي لك إنه سيارة تتحرك في خط مستقيم هي سيارة تتحرك في خط مستقيم نجد إنه سيارة تتحرك في خط مستقيم بس بتقطع 150 متر لكل 15 ثانية، أي أنها تتحرك بسرعة ثابتة 10 متر لكل ثانية باتجاه ايش؟ الشرق. هون ايش احنا ممكن أن نوصفها باستخدام المنحنيات برضو البيانية، بنعرف أنها كانت حركتها منتظمة، لما نرسم بيان اللي هو الموقع إكس والزمن تي بنحصل على خط مستقيم منها بنستنتج أنه حركة السيارة حركة منتظمة، فإذا في الشكل خمسة ببين لنا أنه حركة السيارة هاي كانت حركة منتظمة. تشوف المثال اللي أمامنا يمثل الشكل أدناه منحنى الموقع والزمن. الرجل يقود دراجته نحو الشمال اصف حركه الرجل بحكي لك انه نستنتج من الشكل انه الرجل بتحرك حركه غير منتظمه يعني هذا في هذا الشكل بتحرك حركه غير منتظمه لانه ايش في كل مرحله يحتاج أو في المرحله 30 في كل مرحله بيحتاج الى مثلا الى الى وقت معين هون نحتاج الى 30 ثانيه، ولكن كانت الازاحه المحققه مختلفه، اذا الازاحه هون كانت مختلفه، في المرحله الاولى كانت مقدار الازاحه 150 متر، في المرحله الثانيه 300 متر، في المرحله الثالثه والاخيره 90 متر، هون اذا شفت انه تأملت الرسم البياني راح تلاحظ انه تغيير في موقع الرجل عند درجتي 540 متر في الزمن اللي هو 90 ثانية أي أنه متوسط سرعته 6 متر لكل ثانية يعني هون هو تحرك حركة غير منتظمة تطلع على المنحنى في كل فترة أو في كل مرحلة تغير عنا اللي هو حركته بحركة غير منتظمة لكن بالشكل اللي هو أمامنا هذا خمسة تحرك حركة منتظمة سمينا هاي الحركة حركة منتظمة ننتقل هلا وبنحل اللي هو مراجعة الدرس اللي موجودة بصفحة 129 مع بعض أول سؤال بيحكي لك أحلل الرسم البياني يمثل الشكل المجاور حركة أحمد في عشر ثواني أجد ما يأتي مقدار الإزاحة التي قطعها أحمد بعد أربع ثوان من بداية الحركة طبعا الازاحه التي قطعها احمد بعد اربع ثوان تساوي 16 متر متى توقف احمد عن الحركه توقف احمد عن الحركه بعد خمس ثواني هل حركه احمد في خمس ثواني من بدايه الحركه منتظمه طبعا طلعوا لنا المنحنى مبين انها منتظمه فاذا نعم سؤال رقم اثنين واجب وسؤال رقم ثلاث أقارن بين المسافة والإزاحة طبعا المسافة هي طول المسار الذي تحركه الجسم وهي كمية قياسية أما الإزاحة فهي أقصر مسار بين نقطة البداية والنهاية وهي كمية متجهة وهيك يا مس بنكون خلصنا درسنا إن شاء الله إنكم تكونوا استفدتوا وإن شاء الله إنكم تكونوا فهمتوا علي يعطيكم ألف عافية صف سابع